التجربه دي يعني رغم ان هي اتاخرت شويه لكن انا مبسوط منها جدا. ان بقى في تركيز على جيل الشباب الواعد اللي على اولهم تمام عمر حبيبي واخويا وصاحبي، يستحق التجربه دي من اكتر من سنه لان هو جاهز لده. الصناع المفروض يتجرأوا ويتشجعوا مع تيام، ومش مع تيام كمان بس، مع الجيل ده تحديدا، لان احنا في مصر تقريبا بقى عندنا جيل التلاتينات والعشرينات مفيش فيها نجوم شباك خالص، فاحنا محتاجين نركز عليهم شويه كصناع وكمؤلفين. والله انا الحمد لله يعني النجاح الى حد ما كنت متوقعه، لان الشخصيه شخصيه جدليه بتلعبها معايا ممثله شاطره جدا تحت رئاسه مخرج عملاق اسمه خالد يوسف. مشاركتي معاه هتاثر على الكارير بتاعي كله، هيبقى فيه بعدها توخي حذر في اختيارات كتير، هيبقى فيه بعدها ان شاء الله بطولات، لان انا خلاص يعني ابتديت ارسي قواعد معينه كده عندي في دماغي، مبسوط وتعلمت حاجات كتير منه، وليا الشرف ان انا اشتغلت معاه. اول ما تسمع خالد يوسف كممثل انت المفروض بتخاف او تفتكر ان اللوكيشن هيبقى متنشن، ده ما كانش حاصل خالص. اللوكيشن كان لذيذ جدا، كان هو بيهزر فيه كتير جدا وبياخد اللي هو عايزه من الممثل، والممثل مرتاح يعني هو عامل اللي عليه 100%، واحنا اتعلمنا مننا كلنا ومبسوطين جدا ان احنا شاركنا معاه في العمل ده. كلمك عن المشهد اللي مصطفى سيف مصطفى سيف عمل انت راح للاند اوف بص المشهد ده بالنسبه لي كان اهم مشهد للشخصيه واهم مشهد لهدى ذات نفسها، لان هدى قالت انا عايزه اطلع فيها تاثر من نوع معين وحاجه جديده، فاحنا كنا بنمثل قدام الكاميرا ومن ورا الكاميرا، لان لما الكاميرا بتبقى على الممثل اللي قدامك انت اصلا ما بتبقاش موجود. المفروض عرفت قدام الكاميرا ومثلت، وهي وقفت ورا الكاميرا ومثلت عشان تساعد في ان المشهد ده يطلع زي ما انت شفته كده. هو فيكم انت من قديم من زمان قوي اسمه ايه؟ ضحكتك احلى من حياتي حاجه زي كده. اللي جاي ان شاء الله، اللي جاي ان شاء الله في روايه الزباله تتحول لعمل سينمائي، واحنا لسه في مفاوضات مع العمل ده، وروايه اسياد الرهان في كلام عليها ان هي تتحول لمنصه مسلسل، وفي فيلم الدولار من انتاج نتفليكس ان شاء الله لسه في مفاوضات عليه.